شكرا سيدي الرئيس. أظهرت صور قيصر المسربة حلقة من سلسلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السورية بحق السوريين، والتي بدأت بالاعتقال التعسفي الذي كان وسمة دائبة للصراع في سوريا، وكان في كثير من الأحيان مقدمة لفقدان الضحايا واختفائهم قسريا، وبداية للانتهاك المستمر لحق ذويهم في معرفة الحقيقة ومعرفة مصير أبنائهم، ولحلقات لا متناهية من الابتزاز المادي الذي تعانيه الأسر للحصول على أي معلومة عن مصير أبنائها. لذلك ناضلنا نحن أهالي الضحايا والناجين لإنشاء مؤسسة أممية للكشف عن المصير، والتي صدر قرارا بإنشائها في 29 حزيران 2023، ونأمل منها مساعدة عائلات المفقودين في معرفة مصير أحبتهم، إن كانوا أحياء فأين هم، وإن كانوا أمواتا فأين جثامينهم. كما شكل الاعتقال التعسفي أيضا أولى الخطوات لموت الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز أو الإعدام خارج نطاق القانون أو القضاء، أو تعسفا أو بإجراءات موجزة أمام محاكم الإرهاب أو المحاكم الميدانية، التي قال أهل الضحايا بأن مرسوم إلغائها يحمل بعض الإيجابية، لكنه لا يعيد لهم أبنائهم الذين أعدموا بأحكام صادرة عنها، ولا يجب أن يمنح المنتهكين سك البراءة عن أفعالهم. الاعتقال التعسفي في سوريا وما يرتبط به من انتهاكات كان أحد الأسباب الرئيسية للجوء والتهجير، كما أنه عقبة أمام العودة الآمنة والكريمة والطوعية للسوريين إلى وطنهم. ولا بد من تفكيك منظومة الاعتقال التعسفي برمتها كشرط أساسي لحل هذا النزاع ولمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل. لذلك نناشدكم بالضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المخفيين، ولوضع حد للآلام الذي تعيشه آلاف الأسر السورية، وللمساهمة في مسار إنصاف الضحايا وفي تعزيز جهود السلام في سوريا. وشكراً.